اهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بجمهور النادي الاهلي نادي القرن في كل مكان. وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي 7 دي سبورت، وكالعاده اخبار وكواليس كل ما يدور داخل النادي الاهلي والرياضه المصريه وكمان الرياضه العربيه والعالميه. وكعادتنا نروح للعناوين في ابد الحلقة. الاهلي يصل كوماسي، كواليس رحله المارد الاحمر الى غانا. رسميا تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري. تمثال للعمري فاروق بمقر الجزيرة وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي. محمد يوسف مشرفا على منتخبات الشباب والناشئين. وحبس داني ألفيش بحكم قضائي. ونبدأ في تفاصيل حلقتنا على طول بقى. وفي البداية عايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي أن بعثة فريق النادي الأهلي الأول برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وصلت مطار كوماسي بسلامة الله، استعدادا لخوض مباراة مديامة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وهم دلوقتي في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي رايحين التدريب. الساعات الاخيره كانت مليانه بالاحداث والكواليس من بدايه تحرك بعثه النادي الاهلي من القاهره متجهين الى غانا. الطياره في الاول اتاخرت عن موعدها في بدايه الرحله حوالي ساعتين، اتحركت متاخر من القاهره ساعتين تقريبا. لكن كمان بعد الوصول لغانا كان في احداث كتير وكواليس مختلفه، واصدر دي صور اهي معانا وهم رايحين التدريب. دي الصور دي دلوقتي حالا وهم في التدريب اوريدي يعني. متجهين للتدريب. واصدر النادي الاهلي بقى النادي من اللي حصل من امبارح بقى بيان امبارح بالليل اوضح فيه التفاصيل وكل التعرضات اللي تعرضت اليها الطائره اللي تقل بعثه فريق النادي الاهلي الى كوماسي للقاء مديامة الغاني بدوري ابطال افريقيا لظروف طارئه اجبرتها على عدم استكمال الرحله، حيث هبطت الطائره بمطار اكرا للتزويد بالوقود. واثناء قيام المعده الخاصه او المخصصه من المطار لتحريك الطائره تمهيدا للاقلاع، اصطدمت المعدة نفسها بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي. وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي الأهلي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى تمكن فريق النادي الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء. وفور تحرك البعثة ومجلس إدارة النادي الأهلي وتعامل مع الموقف بسرعة، وحجزوا للفريق للإقامة في فندق قريب من مطار في أكرا. واطمن دكتور مهند مجدي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فور الوصول إلى الفندق. وحرص السفير أيمن الدسوق يوسف سفير مصر في دولة غانا على التواجد في مطار أكرا لتسهيل مهمة خروج بعثة الفريق من المطار والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت. بعد الظروف الطارئة التي تعرض لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران، ورافق السفير المصري بعثة الأهلي من مطار أكرا إلى فندق الإقامة المؤقت للإطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة. والنهاردة الصبح توجهت البعثة من أكرا إلى كوماسي، ووصلت زي ما بدأت مع حضراتكم الحلقة وبدأت كلامي، والفريق هيستعد لمواجهه مديامة الغاني اللي حتى الان مفيش اي تعديل على موعدهم رغم الظروف الطارئه اللي عطلت بعثه الاهلي. كل ده كنا بنتكلم فيه الكواليس الخاصه بالسفر والوصول بالسلامه الى كوماسي. لكن زي ما حضراتكم شايفين هو ده الوصول لكوماسي. لكن كمان عاوز اتكلم في الجوانب الفنيه. يمكن الاهلي لم يخسر اي مباراه في دور المجموعات، ولكن عامل 3 تعادلات وانتصار وحيد. ونشوف مع بعض كده يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا هو البعثة ووصول البعثة. طبعا ارهاق شديد جدا واضح على كل لاعبي فريق النادي الاهلي وجهازه الفني. رحلة طويلة قوي طويلة قوي وطولت اكتر من اللي كانت المفروض تبقى فيه. وطبعا ده اجهاد كبير، نتمنى انه ما يأثرش على الاداء الفني للفرقة، ولو ان ده صعب يعني، لكن نتمنى يبقى فيه عمليات استشفاء وريكفري. والتمرين النهاردة طبعا اكيد بيبقى تراي ماتش، ما بيبقاش فيه تمرين قوي يعني، هو هيبقى استشفاء، اغلب التمرين هيبقى استشفاء ريكفري للفرقه عشان يقدروا يعملوا ماتش بكره كويس. المباراه صعوبتها مش في المباراه نفسها،
صعوبتها في الاحداث اللي احنا شفناها على مدار من امبارح للنهارده دي، وكمان مش الصعوبه الفنيه بس، الاجواء اللي احنا رايحينها لمده اقل من 24 ساعه، الاجواء سواء المناخ بتاع الدوله نفسها او ملعب المباراه اللي احنا هنشوفه لاول مره دلوقتي في التمرين، كل دي اجواء ما كانش المفروض تحصل. يعني تعالوا نشوف مع بعض بقى نتائج مباراه السابقه للاهلي في دور المجموعات على الشاشه معانا هنا. الاهلي كسب مدياما الغاني 3-0، واتعادل مع يانج افريكانز في تنزانيا 1-1، والاهلي تعادل مع شباب بلوزداد في الجزائر 0-0، وتعادل ايضا مع شباب بلوزداد في القاهره 0-0، يعني مكسب وحيد وثلاث تعادلات زي ما حضراتكم شايفين. دي كلها نتائج ايجابيه طالما انت على صداره مجموعتك، دي كلها طالما انت على صداره مجموعتك نتائج ايجابيه جدا. كمان تعالوا نشوف كمان ترتيب المجموعه قدامنا على الاهلي، طبعا متصدر بست نقط، هيبقى معانا على الشاشه هو ترتيب المجموعه. الاهلي متصدر بست نقط، شباب بلوزداد 5 نقط، يانج افريكانز 5 نقط ايضا، ميدياما 4 نقط. المجموعه طبعا كلها ممكن اي حد يتاهل، لكن الاهلي لسه على صداره المجموعه وقدامه الفرصه انه يفضل ويستمر على صداره المجموعه. نتمنى ان مباراه بكره ما تتاثرش، وده صعب جدا بالاحداث اللي حصلت. الموضوع احنا بنثق في فريقنا جدا وفي الجهاز الفني جدا وفي البعثه كلها، ودايما بنلعب على الانتصار مهما كانت الظروف، والفوز على ميدياما هو فوز بست نقط هيبعدك شويه لانك هتضمن صداره المجموعه، وهتبعد عن ميدياما شويه، هتبعد ميدياما عن المنافسه، يعني هيبقى المنافسه بينك وبين بلوزداد وده مطلوب يعني. وطول ما انت بتكسب مش هتحتاج تبص على نتائج المنافسين في المجموعه. ويمكن التاريخ في صف النادي الاهلي في مواجهات الانديه في غانا، وانا مش عايز الناس تبقى متحامله قوي، لان السفر والاحداث اللي حصلت في السفر مش شويه، وان انت تقعد في المطار فتره، وان انت تقعد على ما توصل للاوتيل اللي جنب المطار، في المطار بتحاول الاول تشوف اذا كنت هتسافر اصلا، هتكمل رحلتك ولا هتبات، ولا دي كلها تفاصيل اللعيبه اجهدت جدا، ومش ذنب حد، ده ظرف قدري يعني. تعالوا نروح نشوف تقرير عن الاهلي في مواجهه الانديه الغانيه ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير، دايما التاريخ بينصف الاهلي، او الاهلي تاريخيا متفوق على كل الفرق في غانا، ومش في غانا بس، في معظم افريقيا يعني. لكن المباراه دي مقاييسها مختلفه تماما. اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم قبل هذا التقرير، اللي حصل مجهد جدا، وده هيراعيه الجهاز الفني طبعا وهو بيقيد او بيدير اللقاء ده، اداره اللقاء ده مش هتبقى سهله، خاصه ان الفرقه دي هو خلي بالكوا كمان هي تمرينه واحده بس النهارده، يعني هو تمرينه النهارده بس، لكن دي مش مشكله. هو في الجزائر حصل كده برده، كانت تمرينه واحده قبل المباراه وما كانتش مشكله، لكن الفرقه دي كل النقط بتاعتها على ارضها، ما يعني ما فيش نقط خدوها بره ارضهم تقريبا، وبالتالي هم واضح ان هم عندهم اللي يساعدهم لده، او اللي يساعدهم ان هم ينتصروا على ارضهم، سواء بقى ارضيه ملعب او اجواء او جمهور ايا كان. غانا مش من الدول اللي احنا متعودين عليها او اللي احنا بنلعب فيها كتير، لكن هي دوله افريقيه واحنا متعودين على اللعب في افريقيا بشكل عام. احنا لسه مع اخبار فريق الاهلي، لكن هنروح بقى للدكتور احمد جبلله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. قال ان المالي اليو ديانج لاعب الفريق خضع للفحوصات الطبيه وتم عرضه على الخبراء داخل وخارج مصر. طبعا ده هو كان اشتكى كده بعد شكوى اللاعب من الالم في الركبه. اوضح رئيس الجهاز الطبي ان الاتجاه الاقرب الى ان في حاله ديانج هو عمل جراحه منظار استكشافي للركبه، يعني هم لسه برضو جراحه المنظار الاستكشافي دي ان هم مش عارفين لسه الاصابه ايه، فبيعملوا استكشاف بالمنظار يشوفوا ايه اللي ممكن يكون مسبب له الالم ده. ده لسه بعد اكتمال الفحوصات الطبيه واتخاذ القرار النهائي. وقال دكتور احمد جبلله ان ديانج اشتكى من الالام في الجزء الداخلي للركبه خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطوله كاس الامم الافريقيه التي اقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وان الشكوى تكررت اكتر من مره خلال تواجده مع المنتخب. وشدد احمد جبلله على انه تعامل مع شكوى ديانج بجديه شديده من خلال اجراء فحوصات طبيه له للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له. احيانا يا جماعه الاشاعات والتقنيات ما بتبينش الاصابه بالظبط، لانها ممكن ما تكونش اصابه في العظم، يعني في اوتار ما بتبانش وفي حاجات كتير ما بتبانش، فبالتالي المنظار ده هي مش جراحه لكنها استكشافيه، بيخش يبص بقى المنظار بيشوف كل التفاصيل اللي ما بتبانش في الاشعاعات، وده شيء نادرا ما بيحصل ان انت تبقى بتشتكي من الم ومش باين في اي تحليل او فحوصات او اشعاعات سبب الالم ده ايه، فبالتالي ده شيء مهم ان الجهاز الطبي اهتم بيه وملعبوش على الالم ده، لان ساعات بيبقى مسكنات ويلعب، وده طبعا احترافيه من الجهاز الطبي النادي الاهلي ان هو هيقوم بجراحه المنظار بعد الفحوصات، ده شيء مهم جدا.
كمان محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامج التأهيل بعد الجراحة اللي أجراها في الكتف، طبعا عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي أقيمت مؤخرا في كوديفوار. قال دكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وإنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي هيتم تحديد ميعاد لسفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر، وجميع الاحتمالات مقامة يعني أو قائمة. وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل الشناوي بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر. ووجه جاب الله الشكر لطبيب المنتخب الدكتور أحمد محمد أبو العلا على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي وفي مقدمتها محمد الشناوي اللي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء الجراحة. مش عايز أنسى مع مجهود الجهاز الطبي بتاعنا أشكر أيضا دكتور محمد أبو العلا سواء في المواقف كلها في المنتخب، موقف صلاح موقف الشناوي، لأن تشخيصه كان فعلا في محله وطلع كل تشخيصاته مظبوطة بالمناسبة يعني، وكمان سرعة سفر محمد الشناوي اللي فرقت جدا في موعد أو تحديد موعد العملية، ده فرق جدا في تفاقم الإصابة. إصابات الكتف دي مش إصابة عضلية، دي إصابة بتحرك الكتف في مكانه أو خلع في الكتف أو الكلام ده كله. والشناوي ماسك كويس جدا في البرنامج التأهيلي كويس. الشناوي على فكرة من الناس اللي بتركز قوي في تدريباتها، فبالتالي هو في البرنامج التأهيلي بتاعه بيبقى على نفس القدر من التركيز، وده شيء مهم عشان ترجع أسرع وترجع بنفس المستوى اللي كنت بيه. ده بشكر الجهاز الطبي للنادي الأهلي وبشكر كمان دكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب. لسه مع أخبار النادي الأهلي، النهاردة أعلنت لجنة المسابقات ورابطة الأندية التعديلات على موعد وملاعب مباريات الجولة الـ 14 في الدوري الممتاز، ويمكن أبرز التعديلات دي كانت تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ 14 بسبب الارتباطات الأفريقية للنادي الأهلي، وكذلك نادي بيراميدز من المناسبة عنده برضو ارتباطات أفريقية. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي مواعيد مباريات الجولة الـ 14 في الدوري الممتاز بعد التعديل، وهتكون كالتالي: يوم الجمعة 23 فبراير هيبقى بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا، هيبقى معانا على الشاشة اهي التعديلات معانا على الشاشة. الجمعة 23 فبراير بلدية المحلة مع سيراميكا كليوباترا في استاد غزل المحلة في 7 مساء. الأحد 25 فبراير هيبقى فاركو وطلائع الجيش في استاد حرس الحدود الساعة 4 العصر. و 25 فبراير برضو الأحد نفس اليوم الاتحاد والبنك الأهلي في استاد اسكندرية 7 مساء. يوم الاثنين بقى 26 هيبقى الجونة والإسماعيلي في استاد الجونة 4 عصرا، وزد وإمبي استاد القاهرة 4 عصرا أيضا، وكمان المقاولين العرب والمصري في استاد الجيش ببرج العرب 7 مساء. الخميس 29 فبراير الزمالك والداخلية في استاد القاهرة 7 مساء، وسموحة وفيوتشر في استاد الإسكندرية 7 مساء. دي مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة يعني. دي أمور مفاجأة، لكن احنا متعودين على ده في الدوري المصري بالمناسبة يعني. عمر ما الدوري المصري مشي بجدول ثابت، وعمرها ما خلصت في مواعيدها أبدا يعني، مش بس جولات أو الدوري نفسه، لا كل البطولات التابعة للمنظومة المصرية الكروية كلها سواء في الرابطة أو في اتحاد الكرة قبل كده، كل البطولات ما بتخلصش في موعدها وكلها بيحصل فيها مفاجآت وبالصدفة ما بتخلصش في موعدها. تعالوا بقى نروح لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، تخليد ذكرى المرحوم الودير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم. يمكن أنا عاوز أعلق على الخبر ده، هو ده النادي الأهلي، هو ده الوفاء الحقيقي اللي بيميز النادي الأهلي تجاه كل من بذلوا مجهود علشان النادي الأهلي على مر التاريخ. وكمان بيأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الأسطورة كابتن محمود الخطيب ماشيين على خطى الكبار، ماشيين على مبادئ النادي الأهلي وبيرسخوها بالفعل مش بالكلام. الجيل اللي طالع داخل النادي الأهلي واللي أنا واحد منهم بيشوف المواقف دي وبيتعلم، تعلم الانتماء والوفاء والإخلاص، وإن اللي بيتعب علشان النادي الأهلي حتى لو مش موجود هينال تكريم، هينال التكريم اللي بيستحقه أكتر كمان. الحقيقة أن الواحد مهما تكلم كويس في حق الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته مش هيوفيهم حقهم، وكمان أي تكريم لاسم وسيرة الراحل المحترم الوزير العمري فاروق هو طبيعي لمسيرة عظيمة جدا في حب النادي الأهلي. الراجل ده يستحق فعلا يعني، للي عاش جوه النادي الأهلي في فترة وجوده من هو في مجلس الإدارة تحت السن لحد منصب نائب رئيس النادي الأهلي، اللي عاش مع الراجل ده في الفترة دي
عارف ان هو كان عايش للنادي الاهلي بس، سواء بالخدمات اللي بيقدمها او المجهود المبذول داخل النادي الاهلي او الـ 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 الوقت اللي قضاه داخل النادي. انا كان ناقص اشوف معالي الوزير عامر فاروق بيبات جوه النادي الاهلي، وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا، لكن هو ينال التكريم المستحق من النادي الاهلي. هنشوف تقرير التقرير ده ونشوف التفاصيل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضراتكم. ما نشهده بين فترة وأخرى في القلعة الحمراء غير مستغرب، نستلهم منه معاني الوفاء والانتماء والإخلاص. في لمسة وفاء لأهل العطاء، ثمن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العريق برئاسة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب دور الراحل الوزير العمري فاروق رحمه الله نائب رئيس النادي، الذي قدم عطاءه الكبير وإخلاصه اللامحدود على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموذجاً للمسؤول العاشق لوطنه وناديه. قرر مجلس إدارة النادي تخليد ذكرى المرحوم الوزير العمري فاروق بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم. وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم 30 من شهر مارس المقبل. غير مستغربة على هذا النادي العريق الذي عرف عنه وعن رجالاته مثل هذه المبادرات التي تجسد الوفاء والتكريم في أبهى الصور لأحد رموز الوفاء والتكريم، ولعل هذه الصورة تؤكد أن رجالات الأهلي ومحبيه يحرصون على تكريم من خدم الرياضة المصرية وسخر مجهوداته من أجل الرقي بها، الذي قدم الكثير من الجهد والعطاء والذي سيظل محل اعتزاز شباب ورياضي النادي الأهلي وهذا الوطن الغالي. زي ما حضراتكم شفتوا التكريم لاسم العمري فاروق شيء مهم جدا، لان الراجل ده جزء من تاريخ كبير جوه النادي الاهلي، اعطى للنادي الاهلي الكثير واعطى لمصر كوزيره للرياضه الكثير، وعلى المستوى الانساني انا ما شفتش حد مختلف عليه، حتى الناس اللي مختلفه معاه كانوا بيحترموه برضه، لانه هو شخص جدير بالاحترام الحقيقه على كل المستويات المهني والانساني وحتى المستوى الاداري في النادي الاهلي. هو كان من اشطر الناس اللي ادارت المكتب التنفيذي للنادي الاهلي، والمكتب التنفيذي ده هو مطبخ النادي الاهلي، اللي بيدير المكتب التنفيذي او رئيس المكتب التنفيذي للنادي الاهلي ده الشخص اللي معاه خبايا النادي الاهلي كلها. فالراجل ده سايب حمل كبير جدا لباقي زملائه في مجلس اداره النادي الاهلي. قبل ما نسيب بقى اخبار النادي الاهلي، تعال نشوف نتائج الاسبوع الماضي في مختلف الالعاب، العاب الصالات، وكمان نعرف هنلاعب مين في الاسبوع اللي جاي على شاشتنا، شاشه 7 دي سبورت. كره اليد رجال في ماتش الاهلي والزمالك 28-29، والاهلي والبنك الاهلي 23-22. كره اليد سيدات الاهلي وسموحه 30-14، والاهلي والشمس 31-30. في الوقت الحالي كره اليد سيدات عندهم ماتش النهارده مع الزمالك الساعه 8، يعني نالهم التوفيق طبعا. كره اليد سيدات كره السله سيدات الاهلي وسبورتنج 82-74. كره الطايره رجال الاهلي وايسترن كامباني الماتشين خلصوا 3-0. كمان كرة الطائرة سيدات الأهلي والزهور الماتشين 3-0 والأهلي وسبورتنج 3-0. المباراة اللي جاية بقى الأسبوع الجاي في دوري كرة اليد رجال الأهلي وسبورتنج يوم 23، الأهلي والصيد يوم 24 كأس السوبر المصري لكرة الطائرة سيدات، في كمان الأهلي والزهور نفس اليوم دوري السوبر لكرة السلة سيدات، والأهلي وطلائع الجيش يوم 25 كأس السوبر المصري لكرة الطائرة رجال، و27 الاهلي وهليوبلس دوري السوبر لكره السله سيدات، وفي يوم 29 الاهلي والجزيره دوري السوبر لكره السله رجال. نهائي طبعا كاس السوبر للسيدات يوم 26 ونهائي الرجال يوم 27. اتمنى التوفيق لكل فرق النادي الاهلي. الاسبوع ده اسبوع حافل بالماتشات، اولهم مباراه غدا ان شاء الله اللي لسه لحد دلوقتي في ميعادها ما تاجلتش،
كل التوفيق لفريق النادي الأهلي لكرة القدم في بطولة أفريقيا. فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى. انتظرونا. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح لأخبار الكرة المصرية والرياضة المصرية، ونبدأ من منتخبنا الوطني. يعني كابتن حسام حسن عمل شغل جامد مع الاتحاد. حدد كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يوم 3 مارس موعد للإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين المختارين للمشاركة مع منتخب مصر في معسكر شهر مارس خلال فترة التوقف الدولي. معسكر مارس هيكون الظهور الأول لكابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر بعد تعيينه وجهازه المعاون طبعا المكون من كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب وكابتن طارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب مساعد وكابتن سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى. واتفق اتحاد الكرة مع كابتن حسام حسن على انطلاق المعسكر يوم 12 مارس المقبل خلال الجلسة اللي اجتمعوا فيها وتطرق الاجتماع للترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة كابتن حسام حسن. كل التوفيق طبعا للكابتن حسام حسن والمنتخب مصر، وأي حد هيمسك منتخب مصر أو هيكون في هذا المنصب هنكون وراه، لأن ده في النهاية منتخب مصر. احنا ما بنساندش شخص، احنا بنساند المنتخب المصري، وما بنساندش برضو اسم في الاتحاد، لا احنا بنساند الاسم الطبيعي لمنتخب مصر. اتحاد الكرة هو المسؤول عن منتخب مصر، فبالتالي ليه كل الدعم من كل الشعب المصري بمختلف طوائفه، سواء الإعلام أو المجالات الرياضية بكل شتى بشتى المجال الرياضي بكل الحتة يعني، أو كمان المشجعين اللي هيبقوا معهم. كمان لسه مع اتحاد الكرة اللي أصدر قرار بتعيين كابتن محمد يوسف مساعد للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرف على منتخبات الشباب والناشئين، واحنا بنتوجه بالتهنئة للكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي وواحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر على منصبه الجديد، وبنتمنى له كل التوفيق. كابتن محمد يوسف واحد من الكفاءات الفنية وكمان المدربين المثقفين حقيقي يعني، وبيطور نفسه طول الوقت وبيتعلم وبيشوف الجديد، وبخلاف انه معاه كمان لغة بشكل قوي. المسؤول عن المسؤولية على كابتن محمد يوسف وكابتن علاء نبيل مش سهلة، مش هتكون سهلة، بالعكس هيكون عليهم جانب كبير من المسؤولية في التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجان الفنية والإشراف على منتخبات الشباب والناشئين كخطة تطوير، يعني شيء مهم جدا. والمنصب ده كان عليه خلاف كبير جدا في اتحاد الكرة قبل بطولة أفريقيا، كنا هنا احنا متابعينه في 7 دي سبورت وكنا بنقول دايما ان لازم يكون موجود مدير فني للاتحاد وان ليه دور كبير جدا، وان ما ينفعش يبقى واحد قائم بمدير فني للاتحاد او بيشغل المنصب ده وهو ما عندوش خبرة كفاية. يعني دلوقتي في 2 عندهم خبرة كفاية جدا وكفاءات عالية جدا، نتمنى كل الدعم ليهم من كل الاتحاد ومن بره الاتحاد كمان من الجمهور، ونتمنى نشوف بقى تطوير مستمر للمدرب المصري وللمنتخبات المصرية، عشان احنا كمان دلوقتي في أجهزة فنية تعلمت للمنتخبات برضو هنتابعها مع بعض الخبر اللي جاي معانا اهو، لكن هنتكلم هنعلق على الخبر ده لان في برضو مفاجآت. خبر أعلن اتحاد الكرة المصري اعتماد للأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بعد مناقشات مع المدير الفني الجديد للاتحاد كابتن علاء نبيل، وجاء تشكيل الجهاز الفني للمنتخبات كالآتي: منتخب مصر للشباب مواليد 2005 المدير الفني كما هو كابتن وائل رياض، والمدرب العام أيضا كابتن علاء عبده كما هو، ومدرب أحمد رؤوف بقى ده التغيير، ومدرب حراس مرمى كابتن أيمن طاهر. كمان منتخب مصر الناشئين مواليد 2007 المدير الفني كابتن أسامة نبيه، وكل التوفيق ليه طبعا من الكوادر التدريبية الكبيرة. المدرب العام كابتن شريف عفضيل أيضا من أبناء النادي الأهلي وكفاءة كبيرة، مدرب محمد عمر النور، ومدرب حراس مرمى إبراهيم عبد الجواد. منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 المدير الفني كابتن أحمد الكاس، المدرب العام كابتن محمد إبراهيم، مدرب كابتن رامي عادل اللي كان مع كابتن وائل رياض شيتوس تم برضو أنه تغير منتخبه، ومدرب حراس مرمى كابتن أحمد فوزي، كل التوفيق ليه أحد أبناء النادي الأهلي أيضا. منتخب مصر الناشئين مواليد 2009 المدير الفني كابتن حسين عبد اللطيف، المدرب العام كابتن عبد الستار صبري، مدرب كريم ايمن، ومدرب حراس مرمى كابتن امير عبد الحميد. يمكن في تعديلات كانت غريبه شويه، يعني مثلا الجهاز الفني 2005 زي ما قلت لحضراتكم كان فيه كابتن وائل رياض وكابتن علاء عبده وكابتن رامي عادل، فجاه كابتن رامي عادل انتقل لمنتخب 2008 وكابتن احمد رؤوف اتبدل مكانه وراح 2005. مش عارف ايه المبرر الفني الحقيقه يعني، واتحاد الكوره لم يعلن اي تفاصيل، وهل دي اختيارات كابتن علاء نبيل وكابتن اسامه وكابتن محمد يوسف ولا دي اختيارات الاتحاد. كمان منتخب 2007 كان المفروض هيتولى تدريبه كابتن حسين عبد اللطيف، فجاه بقى هو المدير الفني لمنتخب 2009، وكمان تم الاعلان عن تعيين كابتن اسامه نبيل مدير فني ل 2007. الحقيقه دي كلها مفاجآت، هل دي قرارات كابتن علاء نبيل ولا دي قرارات اتحاد الكره؟ في النهايه تم اعتماد التشكيلات واعلانها، وبنتمنى التوفيق لكل المنتخبات الوطنية الحقيقة يعني، لكن المشكلة دايما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إدارية، وتطوير المدرب
احنا عندنا كفاءات ومدربين واسماء كبيره جدا في مصر، وعندنا ناس تستحق الفرصه كتير جدا، وعندنا ناس المفروض يتم اعدادهم ككوادر تدريبيه بعد كده. ده كله شغل المدير الفني للاتحاد، لازم يبقى فيه بصمه واضحه. وهم دلوقتي الموجودين اسمين كبار، سواء كابتن علاء نبيل او كابتن محمد يوسف، اسمين كبار جدا في عالم التدريب، الاثنين سيفيهات قويه جدا، الاثنين مرنوا اكبر الفرق في مصر. يعني كابتن محمد يوسف واخد مع الاهلي بطوله افريقيا، كابتن علاء نبيل درب منتخب مصر واخد مع منتخب مصر مع مساعد للجوهري طبعا، مع كابتن محمود الجوهري مع 98 في بطوله افريقيا كان مساعد ليه. فاسمين كبار جدا، اسمين ليهم تاريخ في الكره المصريه، منتظرين منهم كتير جدا في المنصب ده لتطوير المدرب المصري والمنتخبات المصريه. احنا عندنا الفتره اللي فاتت المنتخبات المصريه كانت في اسوء حالتها، انا بتكلم في منتهى الحقيقه. الكابتن محمود جابر مثلا منتخبه ما كسبش ولا ماتش، وفي محترف من ابرز المحترفين في اوروبا، ده بلال مظهر، ده واحد هداف للتشامبيونز ليج في سنه. كل المنتخبات التانية نفس الكلام، احنا قدام نموذج غريب جدا لمنتخبات فيها اسماء معروفه للناس وفي نفس الوقت ما فيش نتائج، بما فيهم المنتخب الاول بالمناسبه والمنتخب الاولمبي اللي بنتمنى لهم بقى ان يعني نفوق ونرجع زي ما كنا. احنا اسمنا كبير قوي في افريقيا، اسمنا اكبر منتخب في افريقيا، اكتر منتخب حاصل على بطوله الامم الافريقيه. عيب ان ما يبقاش فيه تطوير احنا ناس سبقتنا ما كناش بنسمع عنها او ما كناش نعرف اساسا ان دي منتخبات كوره، ونقول لهم برافو الحقيقه احنا مش زعلانين من ده حصل، بس احنا المهم احنا بقى نشوف احنا واقفين فين ونكمل. يعني انا فرحان جدا باكتر من منتخب طلعوا بشكل محترف وبقى ليهم شكل وبقى ليهم شخصيه وهويه وكل حاجه. احنا بقى منتخب مصر اللي هو الهويه الاقدم والاسم الاكبر في افريقيا، وليه شخص كان اسم منتخب مصر ده الفراعنه ده كان اسم اي منتخب يخاف يقابلك، يعني ده لازم يرجع، لازم يرجع شخصيه منتخب مصر، لازم يبقى المنتخب مؤهل دايما ان هو ياخد بطوله امم افريقيا في اي وقت تتلعب فيه البطوله بقى. يعني مهمه صعبه، لكن احنا بنتمنى التوفيق طبعا الكابتن حسام حسن والكابتن علاء نبيل وكل الناس اللي موجوده، بنتمنى لهم كلهم التوفيق، ونتمنى نشوف حاجه مختلفه الفتره اللي جايه. نتمنى اللي يلاقوا الدعم اداريا، المشكله الاداريه كبيره كبيره جدا، دي اللي احنا عايزين دعم فيها كبير جدا جدا جدا. احنا عندنا مواهب اداريه كتير جدا، لازم برضه هي كمان تاخد فرصه زي ما المدربين هياخدوا فرص. نروح بقى بعد كده، استقر مجلس اداره اتحاد الكره على اطلاق دوري الكره الشاطئيه حقب عيد الفطر المقبل للارتقاء باللعبه والمساهمه في انتشار اللعبه عقب مشاركه منتخب الاول للمره الاولى في كاس العالم. وتنطلق البطوله الموسم الماضي، انطلقت البطوله الموسم الماضي بمشاركه 7 فرق، ومن المنتظر ان يتم زياده عدد الانديه الموسم الجاري. واشاد الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بمنتخب مصر للكره الشاطئيه بعد فوزه التاريخي على الولايات المتحده الامريكيه، رغم توديعه المنافسه في كاس العالم بدري، وفوز منتخب مصر لكره القدم الشاطئيه بقياده كابتن مصطفى لطفي المدير الفني على منتخب امريكا في ختام دور المجموعات بكاس العالم بنتيجه 5-4. سجل اهداف الفراعنه حسام باولو هاتريك، وده طبعا انا بحييه لان هو موجود في الملاعب لحد السن اللي هو فيه ده، واحمد الشحات وحسين طه. كابتن حسام باولو يا جماعه 40 سنه ولعب كرة طايرة الأول وبعدين كرة قدم ودلوقتي، وكان هداف دوري ممتاز بالمناسبة مرتين وهو لعب كرة قدم يعني، وبعد كده بيكمل في الكرة الشاطئية وبيكمل لسن الـ40 وبيلعب كأس عالم. إصرار غير طبيعي من راجل شخصية تحترم، يعني رياضي يحترم الحقيقة، يعني مش بس لاعب كرة قدم لكنه رياضي يحترم الحقيقة، يعني كل التقدير لمنتخب الكرة الشاطئية. نروح بقى، أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للرجال لكرة السلة بقيادة هنريك رودل عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025 الأفرو باسكت المقرر إقامتها في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري. وتضم قائمة المنتخب 12 لاعب زي ما هم حضراتكم شايفين أهو، وهم أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجزاوي، ويوسف شحاتة، وعمر الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر. وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع كوتيفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر، وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم كمان 2025. ومواعيد المباريات، مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي: منتخب مصر هيواجه نظيره أفريقيا الوسطى يوم الجمعة 23 فبراير الجاري في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة طبعا. منتخب مصر هيلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر يوم السبت 24 فبراير
في تمام الساعة 7 مساء، واللقاء الأخير طبعا مع نظيره كوت ديفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير في تمام الساعة 7 مساء. كل التوفيق طبعا لمنتخب كرة السلة المصري. البطولة دي مؤهلة لبطولة أفريقيا وكأس عالم، فبالتالي هي بطولة مهمة جدا وعلى أرض مصر، يعني ما لناش مبرر، ومنتخب مصر كرة السلة من المنتخبات والأسماء الكبيرة في الكرة الأفريقية طبعا. نروح لكرة القدم العالمية، وقبل ما نستعرض أخبارنا تعال نشوف انفوجراف عن قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في الدوري الإسباني ونرجع تاني. البورصة في كرة القدم دلوقتي بقت على كل حاجة، مرتبات وانتقالات وكل حاجة. الحقيقة يعني بقى فيه علم لكرة القدم وعلم يحترم، وبقى فيه تقييم لكل شيء، وبقى كل حاجة بيتعمل لها دلوقتي تقارير. يعني تعالوا بقى نروح لنجمنا المصري محمد صلاح. لكن ليفربول بعد ليفربول عنده ماتش تشيلسي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب ويمبلي يوم الحد المقبل. شهدت مباراة ليفربول ولاوتاوتن الأخيرة غياب الدولي المصري محمد صلاح بعد تجديد إصابته في العضلة الخلفية، وكان صلاح طبعا عاد للمشاركة مع ليفربول في مباراة قبل الماضية أمام برينتفورد، وسجل هدف كمان وصنع الآخر، إلا أن تجدد الإصابة اللي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا الأخيرة، حالة دونه يعني مش هيقدر يشارك في الماتش الأمس طبعا ضد لوتون تاون. ولم يؤكد كلوب بشكل صريح احتمالية لعب محمد صلاح المباراة المقبلة أمام تشيلسي من عدمها بعدما غاب عن مواجهة لوتون تاون. تعالوا بقى نروح لواحد من نجوم الكرة التونسية، كابتن راضي الجعيدي وأساطير الكرة الأفريقية ومدرب سيركل بروج الحالي في الدوري البلجيكي طبعا، وعامل نتائج كبيرة جدا طبعا، ونتائج مفاجأة بالنسبة لسيركل بروش كمان، لأنه فريق شاب جدا، عناصر صغيرة في السن، وبالتالي ده شغل تدريبي كبير جدا. خلينا نهنيه في البداية على اللي هو العمله طبعا، وأهلا بيك كابتن راضي على شاشة قناة النادي الأهلي. السلام عليكم كابتن، شنو أحوالك؟ تحياتي ليك أخوي عبد الرحمن، وتحياتي لكل المستمعين والمشاهدين المصاربة، أخوي أخواتنا المصاربة في كل مكان. بنبارك لك على النتائج الكبيره اللي حضرتك محققها طبعا، وبنتمنى لك التوفيق في البطوله. وكلمنا عن تجربتك هذا الموسم في هذا البطوله. عايش يبارك فيك. يعني انا التحقت بفريق سيركل بروج في الموسم الفارط، ومنذ الموسم الفارط يعني بدينا العمل مع فريق يعني شاب. الفريق هذا شاب لكن فيه بعض المهارات الفردية وفيه بعض الوجوه المعروفة يعني شابة في البطولة البلجيكية. الحقيقة يعني الفريق نلعب بمعدل أعمار صغير، يعني 22-23 سنة في البطولة البلجيكية، وبدينا يعني تطوير الفريق هذا من البنية التحتية، من العمل يعني الفردي للاعبين، و يعني وصلنا للبلاي اوف سنين الموسم الفارط، ولكن كان الهدف نتاعنا الموسم هذا يعني بناء على النتيجه اللي قمنا بها الموسم الفارط نلعب البلاي اوف واحد اللي هو يخولنا نلعب كاس اوروبا او علاش لا رابطه الابطال الاوروبيه ان شاء الله، ولكن هذا يعني الهدف البعيد، الهدف الكبير، ونحن يعني نمشي خطوة خطوة. بالنسبة لنا في الوقت الحالي مازالت في 4 مقابلات مصيرية بالنسبة لنا، وإن شاء الله في 4 مقابلات هذه نتحصل على النتائج
المطلوبه ونلعب البلاي اوف اللي هو الهدف بتاعنا في الموسم هذا. كل التوفيق لحضرتك طبعا. هل تتوقع ان انت ممكن تعمل مباريات كبيره في البلاي اوف علشان تاهل للدوري الاوروبي؟ انتوا عملتوا كده السنه اللي فاتت وكنتوا قريبين، هل السنه دي ممكن نشوف اداء كبير للبلاي اوف؟ يعني هو يلزم نوضح، هو كابتن في بلاي اوف واحد وبلاي اوف اثنين. الموسم اللي فات ترشحنا للبلاي اوف اثنين اللي هو خلينا نلعب كاس اوروبا، ولكن انتهينا في المرتبه السادسه، سامحني في المرتبه الرابعه ما حاولناش يعني الترشح، ولكن الموسم هذا نلعب على البلاي اوف واحد اللي هو خاولنا نلعب يعني كاس اوروبيه على طول او نترشح لبطوله ترابيزه الابطال. وهذا يعني بالنسبه لي انا اول حاجه، الخطوه الاولى كما ذكرت هو الترشح للبلاي اوف. ولما نترشح للبلاي اوف بالطبع باش نلعب ضد الفرق الكبرى مثل اندرلخت، مثل انيو، مثل يعني كينك، حتى اذا ترشح يعني فرق عنده الخبره، عنده يعني اللاعبين عندهم اكثر مهارات، وهذا بالنسبه لنا تشالنج يعني للفريق نتاعنا الشاب. ونحن ان شاء الله بقدرة ربي نجتهدوا ونلقي على ربي ان شاء الله. طيب بما ان حضرتك واحد من افضل اللعيبه العرب ومن افضل المحترفين في البريمير ليج، الحقيقه يعني كان تاريخ حضرتك كبير جدا، عايز اسالك عن تاثير غياب صلاح مع ليفربول الفتره الحاليه وحتى في فتره امم افريقيا كمان. اسالك كمدرب، تاثير صلاح على ليفربول ايه دلوقتي؟ شوف يعني محمد صلاح من الركائز الكبيره في فريق ليفربول، في فريق يورجن كلوب، ويعني وفي المنتخب المصري ايضا شفنا يعني في كاس افريقيا الاخيره لما اصيب محمد صلاح يعني المستوى طاح شويه، وخاصه في ليفربول يعني من النجوم اللي بقات يعني واللي قاعده تعطي يعني في مستوى وتعطي في اتزان في الهجوم خاصه في فريق ليفربول. يعني غيابه دائما يأثر على الفريق، لأنه الفرق اللي تلعب ضد ليفربول تحضر يعني الكثير للاعب محمد صلاح، ولما يعني يكون محمد صلاح غايب يعني يكون التأثير كبير من جهتين. الجهة الأولى يعني تقل خطورة هجوم الفريق ليفربول، ومن جهة الثانية يعني حتى هو تأثيره غيابه على الفريق يعني أثر على زملائه اللي ممكن يكون نوعا ما محبطين، لأنه ما فيش يعني فعالية كبيرة، ما فيش يعني نضج كبير في الهجوم فريق ليفربول، بالرغم أنه فريق ليفربول في الموسم هذا شفنا يعني تحسن على المواسم الفارطة، واللاعبين اللي استقطبهم يورجن كلوب بداوا يعطيوا في اكلهم، ولكن مش ليس بالمستوى المطلوب ومستوى يعني محمد صلاح في الفريق. طيب عايز اسالك عن توقعك لمباراه تشيلسي النهائي اللي جاي بين ليفربول وتشيلسي، سواء بحضور محمد صلاح او بغيابه، شايف اللقاء ده ازاي؟ وتوقعك بقى بخبرتك في البريمير ليج او في الكره الانجليزيه عموما، شايف اللقاء ده ازاي وتوقعك ليه؟ شوف انا بالنسبه لي انا يعني هي مقابلة كلاسيكو، حتى ولو يعني فريق تشيلسي في ماهوش في المستوى نتاعو، هو غير يعني ليس في المستوى المطلوب نتاعو، شفنا يعني تشيلسي من اول الموسم مع المدرب موريسيو بوكيتينيو معناتها ما لقاش الاتزان نتاعو في الخطوط الكل، خاصة الخط الدفاعي يقبل اهداف ويضيع الكثير من الفرص في الهجوم، ولكن حسب رايي يعني باش تكون مباراه صعيبه على الفريقين، مباراه مصيريه ممكن يعني تعطي اتجاه اخر للموسم. نعرفوا انه فريق ليفربول في المرتبه الاولى يعني في البطوله، ولكن في ضغط من الفرق مثل مانشستر سيتي وارسنال
يعني الانتصار باللقب هذا بالنهائي هذا باش يعطي نكهه وباش يعطي يعني خاصه ثقه للفريق. وانا نعرف اللي ممكن فريق مثل تشيلسي هو بحاجه للقب في الموسم هذا، ولكن عندي يعني نوعا ما من ممكن التحفز. ليفربول اقوى، ليفربول اكثر اتزان، ليفربول ينجم يكون اخطر من فريق تشيلسي. طيب بشكل عام الاهلي ووجود اللاعب التونسي علي معلول احد ابناء بلدك، يعني مسيره علي معلول في الاهلي بالكامل رايك فيها ايه كمحترف مصري من الدوري التونسي نجح النجاح الكبير ده مع النادي الاهلي؟ انا نعرف علي معلول ونتابع فيه يعني لاعوام، يعني مانيش باش نطول كثير، يعني بكل تلخيص انا يعني فخور بعلي معلول وبال يعني الاداء وبال المسيره الكبيره اللي قام بها في 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 فريق الاهلي. يعني هو يعني باختصار من احسن الليفت باك يعني موجودين في افريقيا، ودائما ما يكون في المواعيد الكبار موجود ويعطي الاضافه لفريق الاهلي او حتى للمنتخب التونسي. وان شاء الله يعني دائما نشوفه متالق. مازال بكري بالنسبه لعلي معلول، مازال عليه مازال عنده شويه وقت ينجم يعطي اكثر للكره المصريه والكره التونسيه ان شاء الله. طيب تعتقد علي معلول يكمل مع منتخب تونس كمان يعني على الصعيد الدولي؟ دايما بتطردوا الشائعات ان هو على وشك الاعتزال الدولي او ان هو بدا مستواه يقل مع منتخب تونس، لكن دايما علي معلول متمسك بالاستمرار مع منتخب تونس ومتمسك بمنتخب بلده جدا، شايف ان هو لسه قدامه اللي يقدمه على المستوى الدولي مع منتخب تونس؟ حسب رايي الشخصي يعني بالطبع يعني هي ترجع القرار يرجع لعلي معلول اولا، لانه نعرفه يعني في العمر بتاعه وكثره المقابلات ممكن تضغط على اللاعب عامه، ولكن هو يعني المساله هذه اولا ترجع لعلي معلول. ولكن حسب رايي الشخصي يعني المنتخب التونسي ما زال يستحق للاعب مثل علي معلول، لانه علي معلول ليس لاعب فقط، هو ليدر في الفريق ونجم ياخذ يعني المسؤوليه هذه يعني خارج الميدان ايضا. واذا ونحن نعرف يعني الفريق التونسي شاب يعني في كثير من اللاعبين الشباب يستحقوا يعني لقياده لاعب مثل علي معلول. وبالنسبه للاهلي نفس الموضوع يعني بالنسبه لي. طيب منتخب تونس هيلاقي منتخب مصر في مارس في الدوره المقامه في الدوره الوديه المقامه في الامارات، ودايما اسم حضرتك كابتن راضي الجعيدي مطروح اسمك دايما لتولي منتخب تونس، ودلوقتي منتخب مصر كابتن حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر. شايف الماتش ده ازاي؟ وعايز اعرف تعليقك على طرح اسمك الدائم لمنتخب تونس. انا يعني هذا موضوع بالنسبه لي انا يخصني، لانه انا يعني مدرب افريقي عربي وتونسي بالطبع، دائما في صف وفي صفوف يعني الجامعات اللي تاخذ قرار يعني في اختيار مدرب يعني وطني محلي، لانه حسب رايي المدرب المحلي ينجم وباستطاعته اضافه الكثير يعني للفريق، ولكن يلزم يعني مساعده المدرب واعطاه يعني ثقه وتعطيه المساعده السبورت اللازم باش ينجح. وحسب رايي معناتها المنتخب والجامعه المصريه اخذت القرار الصحيح، لانه المدرب حسام حسن يعني عنده الخبره كلاعب وعنده الخبره كمدرب، وخاصه كلاعب يعني يحمل الكثير من الخبره، الكثير من المواضيع اللي ممكن باستطاعته يعني توصيلها للشباب والجيل الجديد، الكثير من المعوضة اللي نجم يعطيها للاعبين.
وبالنسبة لي أنا كمدرب عنده الخبرة، يعني هو كان موجود في الكثير من الفرق المصرية وحتى خارج مصر، وبالنسبة لي أنا قرار صحيح. طيب، شايف ان ما بيتمش دعم المدرب الوطني او المدرب المحلي من منتخب بلده تقريبا في الوطن العربي، دي مشكله عامه في الوطن العربي، خصوصا ان حضرتك كابتن نبيل معلول مثلا في تونس الناس اللي دايما بيتم وجودها في منتخب تونس، هل ما بيتمش دعمكم زي المدربين الاجانب؟ هنا في مصر احنا برضو عندنا نفس المشكله دي، او المدرب الاجنبي بياخد دعم كبير جدا على عكس المدرب المصري، هل شايف دي مشكله في الوطن العربي عموما؟ مشكلة ما نعرفش هي مشكلة ولا، ولكن حسب رأيي أنا هو اختيار، وبالنسبة للقادة للليدرشيب نتاعنا تختار المدرب الأجنبي لأنه ماشي في بالهم اللي ما فيش مشاكل مع المدرب الأجنبي، المدرب الأجنبي يعني ما يغلطش، والمدرب الأجنبي أسهل في التعامل معاه، ولكن شفنا يعني الكثير من الأحيان حتى ولو في بعض المدربين الأجنبيين اللي نجحوا في القارة الإفريقية، ولكن يقعد دائما المدرب المحلي عنده أكثر يعرف أكثر يعني العادات والتقاليد، ولو تعطيه المساعدة ولا تعطيه يعني الثقة ينجم ينجح، على غرار مدرب يعني المغرب رجراجي، على غرار يعني الكثير من المدربين يعني في العرب اللي نجحوا او حتى معناتها لاعبين مدربين يعني جنوب القاره الافريقيه مثل اليوسي تي مثل بالماضي مع الجزائر، يعني علاش قاعدين نغطيو في مهارات المدرب المحلي وقت اللي هو ما عندوش المساعدة وما عندوش يعني الثقة اللازمة، ونجيب مدرب يعني أجنبي يخلص يعني حتى يعني في المبالغ كبيرة ولكن ما ينجحش، غالبا ما ينجحش، يعني بالنسبة لي أنا هو اختيارات غير صحيحة، اختيارات يعني فيها كثير من التساؤلات، خاصة ظهر المدرب المحلي أنه تطور كثير في الأعوام الأخيرة على الأقل في العشر سنين الأخرانيين، وبالنسبة لي أنا شفنا يعني حتى يعني كوت ديفوار انتصر بالبطولة الإفريقية مع مدرب مساعد ولكن محلي، لأنه حتى ولو أعطاه المسؤولية يعني مدرب محلي في البطولة اللي قبلها، المدرب المحلي بقاله طبعا اسامي كثيره توا خاصه كما قلت لك يعني في العشر الاوائل العوام الاخرانيين، ولكن انت تشوف يعني المدرب الكوت ديفوار خذا الفريق يعني في وقت صعيب ياسر وفي يعني مشكل كبير، ولكن عرف كيفاش يخرج منها، ما نجمش يعملها المدرب الاجنبي وما نجمش يتصرف يعني في المسائل وفي المواضيع هذه، بالنسبه لي انا يعني لازم نراجعوا احنا كقارة إفريقية نراجعوا احنا ونعطيه الوقت والثقة للمدرب المحلي اللي هو عنده زاد خاصياته والمهارات نتاعو موجودة إن شاء الله. كلام محترم جدا من كابتن راضي الجعيدي، وبنشكر حضرتك على المداخلة الرائعة دي، وبنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله مشوار ناجح مع سيركل بروج البلجيكي، ويكون إن شاء الله تتأهلوا بقى للبطولة الأوروبية إن شاء الله هذا الموسم وتقدموا أفضل نتائج إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن راضي الجعيدي، نجم الكرة التونسية وواحد من الأسماء البارزة على مستوى الاحتراف كمدرب وكلاعب كمان، هو تاريخ كبير الحقيقة في من الكرة العربية للكرة العالمية، يعني كل الشكر ليك. احنا يعني الحقيقه انا اتكلمت معاه في اكتر من نقطه، يعني على المستوى الشخصي النجاح للمدرب المحلي فعلا بيبقى بارز جدا. منتخب مصر ابرز المدربين اللي مسكوه كابتن حسن شحاته او كابتن محمود الجوهري اللي عملوا انجازات كبيره، طبعا في مدربين وقبلهم كابتن عبده صالح الوحش كمان، طبعا في مدربين اجانب يعني كوبر مثلا وصلنا كاس عالم، كيروش وصلنا مثلا النوك اوت في كاس العالم وبطوله افريقيا لحد النهائي، لكن النجاح الابرز اللي خد 3 افريقيا ورا بعض كابتن حسن شحاته، اللي وصلك كاس العالم بعد غياب كبير طبعا مع كوبر الاول كان كابتن محمود الجوهري،
فبالتالي المدرب المصري لأ، أو المدرب الوطني عموما. شفنا السنغال خدت البطولة بمدرب محلي، كوديفوار خدت البطولة بمدرب محلي، المغرب عملت شو ولا أروع في كأس العالم رابع عالم بمدرب محلي، ومدرب محلي سنه صغير كمان يعني. فبالتالي كان تساؤل بالنسبة لي إن أنا أسأله لمدرب محلي محترف في دوريات كبرى، مرة في البريمير ليج، بيمرن دلوقتي في الدوري البلجيكي، مرن في دوريات تانية، كان تساؤل بالنسبة لي مهم حقيقة يعني، خصوصا إن في كفاءات دلوقتي وأسماء عربية كبيرة. يعني شفنا مثلا الحسين عموتة في المنتخب الأردن عامل منتخب، أي نعم كابتن محمود الجوهري طبعا ليه في المنتخب ده لأنه أسس الأكاديميات اللي استمرت بعد كده في الأردن، لكن الحسين عموتة مدرب مغربي أيضا بنفس الهوية وحافظوا على هوية الكرة الأردنية اللي معمولة هناك، وغيرهم وغيرهم. لكن خلاص خلينا نكمل بقية أخبارنا لأن وقتنا بيجري جدا، لكن فعلا مسألة المدرب الوطني دي مهم جدا النقاش فيها الحقيقة يعني. تعالوا نكمل بقى بقية أخبارنا، الوقت بيجري جدا. داني ألفيش النجم، نجم برشلونة ونجم البرازيل، قضت المحكمة بحبس داني ألفيش لاعب منتخب البرازيل وفريق برشلونة السابق لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة التحرش. واستدعت المحكمة داني ألفيش صباح يوم الخميس، وتم اقتياده في سيارة الشرطة من أحد السجون المحبوس بها احتياطيا على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي منذ أكثر من عام. وقضت محكمة كاتالونيا العليا بحبس البرازيلي داني ألفيش لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعد عام من حبس احتياطا مع دفع تعويض 150 ألف يورو ووضع تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة. ويحق لداني ألفيش الاستئناف على الحكم خلال المرحلة القادمة. والمحامية بتاعته قالت ان هي فرحانة بالخبر ده، وان هو هياخد واثقة من براءته في الاستئناف وان الحكم في صالحهم. ده بالنسبة لحكم قضية داني ألفيش، دي قضية بقى لها فترة، خلي بالكم هو محبوس بقى له سنة احتياط على القضية دي. تعال نروح لخبر تاني عن توني كروس. أعلن توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد عودته لصفوف منتخب بلاده ألمانيا قبل خوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024 هذا الصيف. وتستضيف ألمانيا بطولة أوروبا هذا الصيف في الفترة بين 14 يونيو المقبل و 14 يوليو. ونشر كروس بيانا رسميا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: سألعب لمنتخب ألمانيا مرة أخرى في مارس المقبل لأن المدرب طلب مني ذلك وأنا في مزاج جيد. وأضاف: أنا متأكد أنه مع هذا الفريق الذي لدينا في بطولة أوروبا من الممكن أن يكون لدينا الكثير لنقدمه أكثر مما يعتقد معظم الناس في الوقت الحالي. وكان كروس قد أعلن اعتزاله اللعب دولي بعد بطولة أوروبا 2021 للتركيز على أدائه مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة قبل الاعتزال النهائي لكرة القدم. طبعا كل النجوم اللي بيرجعوا من الاعتزال للمنتخب دي بيبقى في احتياج شديد ليهم يعني. تعالوا بقى نشوف خبر مهم قوي. كشف الذكاء الاصطناعي أن ريال مدريد لن يكون الفريق الذي سوف يحقق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024. وبحسب فيديو نشرته صحيفة أس، يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يكون برشلونة هو الفائز بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وتوقع أيضا الفريق الطريق نحو النهائي. وكشف الذكاء الاصطناعي بقى أن المباراة النهائية سوف تكون بين مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا وبرشلونة بقيادة المدرب الأسباني تشافي هرنانديز، وأن النادي الكتالوني هو من سيحقق اللقب هذا الموسم. الـ AI أو الذكاء الاصطناعي دلوقتي داخل في كل حاجة لدرجة أنه هو بيتوقع مين. طبعا يعني ما فيش ثقة في الكلام ده أكيد، بس هل القدرة، هل لو وصلوا للنهائي يبقى الذكاء الاصطناعي عنده القدرة انه يتوقع نهائيات بعد كده؟ هو ده شيء مش منطقي طبعا يعني، وده شيء خيالي مش حقيقي. لكن فكرة ان الذكاء الاصطناعي يوصل لمرحلة ان هو يتخيل او يتوقع النهائيات في بطولة الشامبيونز ليج، بطولة قوية جدا يعني، كل الفرق اللي فيها تقريبا بنبقى متوقعين انها توصل نهائي، او 50% من الفرق متوقع انها تاخد البطوله. ريال مدريد طبعا الموقع الابرز دايما، لكن هو المره دي توقع لنا برشلونه، ما نشوف هيصدق ولا لا. دي كانت اخبارنا النهارده من 7 داي سبورت، ويعني اتمنى نكون قدمنا لحضراتكم اضافه ولو بسيطه لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، على امل ان نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل على شاشه قناه مدينه الحبيب قناه النادي الاهلي. وفي الختام خير سلام.